السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله رب العالمين تكونوا كاملين بالصحة والعافية. جيتكم في هذا الفيديو في بعض النقاط اللي شفتها أنا في العريضة واللي شفتها في الناس اللي كيروجوا لهذه العريضة. أول شيء، أنا لست ضد أي عمل فيه إيجابيات للمملكة المغربية، يعني لست ضد الناس اللي كيديروا هذه العريضة ولست ضد الناس اللي هما ضد هذه العريضة، لكن انا اريد ان اناقش بعض النقاط اللي هي غلط وخصها توضح للناس، وخصها اما تعاد كتابه وصياغه هذه العريضه بشكل جميل جدا، وخص حتى الناس اللي كيديروا هذه العريضه هذه ولا اللي كيطالبوا يعني باللي بنشرها انهم يحذوا راسهم من الهضره اللي غادي يقولوا. المهم، الان انا سمعت في بعض الفيديوهات وبعض الناس اللي كتتكلم بدون تحديد الاسماء، لانه كل واحد كيهضر وكيدلي بالدلو ديالو وكل واحد كيعتبر نفسه على حق، ولكن حنا غادي نناقشوا هذه المساله بعقلانيه. الهضره ديالي راه ماشي هضره ديال وحي، قادره انها تصيب وقادره انها تخطئ. يعني انا فقط هذه واحد النقاط اللي شتهم خاصهم الناس توضح لهم. الخوت، انا سمعت باللي الكثير من الناس كيقولوا باللي انه فين هذيك العارضه علاش مرفوعه من غير الاتجار بالبشر، اللي غادي نخلي لكم واحد الرابط اللي فيه ما يقرا ديال الانتربول، لانه القانون الدولي ماشي حتى القانون المغربي فقط، القانون الدولي للاتجار بالبشر. يعني هذه راه واحد التهمه خطيره وصعيبه كتنسب لهذا السيد هذا اللي بين قوسين اللي هو يوسف الزروالي، اللي يمكن انه يرفع دعوه قضائيه على هاد الناس حب هاد العارضه اللي داروها. مانيش نقول الناس اللي وقعوا عليها، الناس اللي داروها، ويكون يعني مخلفاتها شويه صعيبه عليهم بزاف، لانه اتهام صريح. لان كما قلت لكم البارح، الاتجار بالبشر راه صعيب. الاتجار بالبشر هو واحد الحاجه اللي ما غاديش نخوض فيها بزاف، اللي غادي نخلي لكم الرابط تقراوه تحت الفيديو، اللي هو مثلا ان كما يقول لك كتجيب النساء كتديهم من بلاصه لبلاصه باش تخدم بهم الجنس تحت الاكراه، كما قلت لكم باللي انه الاطفال تخطفهم وتقلع عليهم الاعضاء ديالهم ولا الناس. يعني بزاف ديال المسائل اللي كتدخل في هذه المساله هذه، ولكن هي محدده لدى القانون الدولي. باش ما نزيدوش نكثروا في هذا الامر هذا ونوليو نعاودوا الفيديو اللي درناه البارح. انا غادي نقول لكم واحد القضيه في قضيه التشهير بالاطفال. كما كتشوفوا الزرواني من دخول الحبس، انا هذا الشيء هذا اللي كنعطي لكم راه اختزال السنوات اللي مرينا بها باش نتوما ما تدوزوش بها، صافي، باش يكون الانسان راه الا كنا غادي نديروا واحد العارضه غير ضد واحد الشخص فقط باش ندخلوه للحبس، راه تقدر ترمي عليه 200 تهمه، تقدر غدا من غدا تقول له هو السبب ما بين الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، وتجمع مليون واحد وتدخلوه للحبس. راه بلا ما نقول لكم، راه غير عطيت لكم مثال. يعني الان من انا غادي نلقى قضيه التشهير بالاطفال، يوسف الزروالي ما غاديش يتحكم بالتشهير بالاطفال. نعطيكم علاش، لانه مرت يعني في الدوسي ديالو واحد جوج ديال الحالات. هاد جوج ديال الحالات شكون هما؟ هي ام ابتسام وهو خالد بين ايه، الله يرحمها. خالد بين ايه من نرفع به دعوه قضائيه لم يحكم الزروالي بقضيه التشهير، وكذلك ام ابتسام لم يحكم الزروالي بالتشهير. علاش؟ لان كانت هناك موافقه من هاد الناس هادو باش الزروالي يتصور مع اولادهم، صافي. فوقاش غادي تكون واحد المشكله ديال التشهير بالاطفال؟ مين غادي ينقض هذا؟ يوسف الزروالي يتمشى في الطريق ويشد شي ولد صغير ويصوروا بدون اذن ديال الوالدين ديالو، ولا بدون اما يكون هذاك الشيء اللي متبنيه ولا ديال مثلا جمعيه خيريه. حتى لو شفتوا انه هنا في اوروبا ولا مين كيبغيو يصوروا لك الاولاد في البلاد ولا يبغوا يديروا حاجه، كيصيفطوا لك واحد الميساج يقول لك اودي حنا غادي نصوروا الاولاد وهذا، واش تعطينا الموافقه؟ كتعطيهم حتى الموافقه، الا ما بغيتش ما كتعطيهمش الموافقه. فهمتوني واش بغيت نقول لكم؟ يعني في هذا الشق هذا ديال انه التشهير بالاطفال، ليس هناك احد رفع دعوه قضائيه على يوسف الزروالي وقال باللي انه هذا السيد هذا راه كيشهر لي بولادي. عطيتكم جوج ديال الادله باينه وصريحه، اللي هي ام ابتسام اللي كانت تعقد بنتها بالسلسله ربي شافيها لها، ولا ماشي فقط يوسف الزروالي اللي صور معها، صور معها قنوات وقنوات كثيره جدا، وصور معها زين الدين، صور معها بزاف ديال الناس اللي صوروا معها. ويوسف الزروالي لم يحكم في هذه القضيه بقضيه التشهير بالاطفال، وكذلك خالد بين ايه اللي دخل معه نيشان مباشره في صراع في اخر الصراع، ولم يكن هناك قضية تشهير بالأطفال، لأن هناك كانت موافقة من طرف الآباء على أن هذا الشخص هذا يصور مع أولادهم باش أنه
كما يقول لك يقدر يدير هذا الشيء ديال التماس الاحسان العمومي ويجمع لهم الاموال باش انه يخرجهم من هذه الحاله. هي واحد النقطه باللي انه هذا السيد هذا ما تحكمش في اخر الحكم ديالو بقضيه التشهير بالاطفال، وانه كيجيب لوتوريزاسيون من عند الوالدين باش يصور المراه، ما كندافعش عليها، راه كنقول الحق، راه غير الحق، لانني انا انسان حقاني في هذه المساله هذه. ثاني حاجه اللي بغيت نقولها لكم في قضيه العارضه، العارضه اللي تم تقديمها الى السيد وكيل الملك وزاره الداخليه والامانه العامه للحكومه اللي كتعطي الترخيصات باش يكون هاد باش الجمعيات يديروا هذا الشيء ديال الاحسان العمومي. اول حاجه تلك العارضه لمن تقدمت للنيابه العامه، صافي. هاد النيابه العامه اللي توجهت لها هاد الشكايه باش كما يقولوا تحقق في هذا الامر اللي هي النيابه العامه، وشنو غادي تقول لهم؟ غادي تقول لهم الرد غادي يكون ديال النيابه العامه، انا حتى واحد ما جات شك عليا سيدي في هذا السيد باللي كيدير التشهير بالاطفال ولا كيدير التماس الاحسان العمومي، وخاص يكون هذاك السيد اللي غادي يتقدم عند النيابه العامه راه خاص يكون واحد من المتضررين، مثلا اكس تضرر من يوسف الزروالي ومشى للنيابه العامه وقدم واحد الشكايه، لان شكون اللي كيعطي التراخيص كما قلنا من قبل على حسب العلم ديالي على ما كنعرف انايا، اللي كتعطي التراخيص هي كيقول هي وزاره الداخليه والامانه العامه للحكومه اللي كتعطيها التراخيص ديال جمع الاموال والتماس الاحسان العمومي للجمعيات وكذا وكذا وكذا، كما كيتعامل مع الكرواروج اللي كنلقاوهم حنا هنا في الطرقان ديالنا في البلاد اللي كيجمعوا هنا في فرنسا، اللي كيجمعوا هذيك اعطوني واحد الانورو باش يرسقوا لك واحد التيكيات وواحد التيكيات، هادشي اللي كاين. يعني الامام يعني النيابه العامه غادي تقول لك اسيدي انا ما عنديش مشتكي، واش عندي شي متضرر؟ ما جاش شكي عليا، ما جاش، انت راه عندك غير عارضه كتقدمها كطالب باللي انه يكون هناك تحقيق في هذه المساله، صافي. انت جيت اسيدي قلت لهم باللي انه هذا السيد هذا درتو درنا واحد 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا 5000 ولا مليون، قدمنا هذيك الشكايه سيدي للنيابه العامه، سيدي هذا راه كيدير التشهير بالاطفال. شنو غادي تقول لك؟ غادي كاع نديرو حنا غادي تستدعيه، مين غادي تستدعيه؟ وشنو غادي يقول المحامي ديال يوسف الزروالي؟ يقول له هل هناك مشتكي من احد الاطراف، من احد الاطراف اللي انا درت معهم الفيديوهات؟ نعطيك مثال، نشوف سيدي حنا كاع الام ابتسام ولا خالد الله يذكره بخير الله يرحم له البنت ديالو، ولا مثلا نديرو حنا ايكغيك ولا اكس، اسيدي صور معاه يوسف الزروالي مشى شكا به، وهاد العارضه ذكرت هذاك السيد قالت له كانه متضرر، جا راه جا شكا به وانه متضرر وصور بالاليد ديالي مع الطفل ديالي. هنا النيابه العامه غادي تاخذ هذيك العارضه كيقول له بمحمل الجد وغادي تقول له روح حسي، انت شكون اللي قال لك انت سيدي صور بلا الاذن ديالو؟ ولكن يوسف الزروالي راه صور بالاذن ديال الاطفال ديالهم، يعني هنايا ما غاديش توقع فيها قضيه التشهير. انا قلت لكم التشهير هو انني نشد واحد نصور معاه بدون الاذن ديالو ونحطو هنا، يمشي يرفع عليا دعوه قضائيه، راه زبلت هنا ما كاينش، والدليل انه لم يحكم. غادي نعاود لكم الهضره باش قال لك ما تكرر تكرر انه يوسف الزروالي لم يتحكمش في التشهير بالاطفال في القضيه ديال ام ابتسام وخالد بين ايه، صلينا على النبي، صلينا على النبي من هذه المساله هذه، يعني باش ما نبقاوش نعاودوا لها وكما يقولوا ونعاودوا التخربيق هذه وهذه. وثاني حاجه اللي هي مهمه قضيه التحريض، انا غادي نفهمكم واحد الحاجه، مثلا يوسف الزرواني غادي يمشي يقول له ودي هاد الناس هادو راه كيحرضوا عليا، لانني انا سمعت واحد الفيديو صيفطوه لي الان ديال واحد الاخ محترم من غير ذكر الاسماء، كيقول باللي كيقول كما يقول لك انا ماشي ضده، لانه كما يقول لك هضروا لي في حاجه نقيه وما عنديش معاه لا دخل ولا كلام ولا اي حاجه. كيقول في هذا الفيديو ديالو هذا كيقول ولاد اللايف ديالو جاني واحد المقطع منه، كيقول لك باللي انه كياخذ الفيديوهات وكيوري للناس اللي هما بعاد على هذا الدومين، يقول لهم شوفوا هذا السيد وشنو كيدير، يعني كيشهر بالاطفال وكيدير وكيدير. هنا كيدخل في واحد المساله اللي سميتها التحريض، يعني مثلا يوسف الزروالي يمشي كيقول لهم ودي هاد الناس هذو راه كيحرضوا عليا وكينقلوا اخبار كاذبه وشائعه وكيوجهوا الشعب ضدي، وراه يمكن نتعرض انا ولا الام ديالي ولا الاخت ديالي ولا العائله ديالي للضرب بدون غير قصد، لان هاد الناس فقط جاوهم بعض الفيديوهات وشافوهم وسمعوا الهضره ديال هذوك الناس، راه ما عرفوش الحقيقه، ما عرفوش باللي انه هاد الناس اللي كيقولوا لهم باللي انني كنشهر بالاطفال، نشهر بالاطفال، راني ما كنشهرش بالاطفال غير هكاك، انا راني صورت معاهم باذن من العائلات ديالهم. هاد الناس اللي كيقولوا لكم انا كندير للتجار البشر، ما كنديرش انا للتجار البشر، ما عندي حتى حاجه اللي كتقول بلي انني كأتاجر بالبشر. راه خصكم تفهموا، راه خصكم تعاودوا صياغه العارضه الله يرحم لكم الوالدين، لان راني قلت لكم راه والله العلي العظيم راه واخا تجمعوا 1000 ولا 2000 ولا 200 ولا 300، واخا توصلوا ل 200
في المية، ماشي نقول لك 200% من عدد التصويتات الناس المنضمين إليكم. راه العارضة راه من غادي توصل وغادي يقراها الوكيل وغادي يجي المحامي ديال هذا يوسف الزروالي غادي يقول لهم راه ما كاينش منا تما، وشنو غادي يرفع لكم؟ غادي هذا يرفع عليكم دعوة قضائية يرد ماء الوجه. ونقول لكم حاجة أخرى، إلا كان هذيك العارضة اللي كتبها عنده خصام مع يوسف الزروالي راه غادي تكون عارضة كيدية الكذوب، سيرتو إلى لقاو باللي أنه هذا السيد كيصور بالإذن ديال الوالدين وما عندوش هذاك الشيء ديال التجار بالبشر. ملي قلت لكم راه مكتوبة التجار باش ماشي يقول لي راه كيتاجر بالناس، لا للتجار بالبشر، فهمت؟ راه خصكوت اي كلمه تقالت الا وكتعرفوا شنو كتكتبوها، لانه كاينين دراري معاكم صحاب قنوات لو انكم تشاورتوا معاهم في الاول اذكياء وعندهم ما يتقالوا كيديروا اللايفات لكانت صياغه تلك العارضه احسن. ونزيد واحد الحاجه، قضيه التشهير وقضيه التماس الاحسان العمومي راه ماشي فقط انه الجمعيه ديال يوسف الزروالي، راه هناك جمعيات كاين فيسبوك يحر كاين بزاف من الناس اللي كيديروا الالتماس الاحسان العمومي. ما تنساوش بلي انه هناك جو تلفازات وجو جمعيات تصور مع ام ابتسام مع خالد بين ايه مع عدد كبير من الناس، راه كنقولها لك مع عدد كبير من الناس. انا نعطيكم غير واحد المثال، بين ايه بين ايه جاو تصوروا معاه الالاف ومسكين بقى هكاك يد القدام ويضروا. انا راني كنحكي لكم غير الواقع، انا راه لا عندي لا دخل مع هاد الناس هادو، لكن باش غادي نشدو واحد الشخص بالسيف خصنا نصيفطوه للحبس بغير الكتبه نبقاو نروجوا لهاد العارضه وهي فيها الكثير من الاغلاط، راه خصنا نصحوها صحوها وتما عاد هضروا عليها لانه راه غلط في غلط. راه كاين يرفع عليكم دعوه قضائيه هاد السيد، راكم ما تسلكوش، راه كنقولها لكم راكم ما تسلكوش لانه فيها التحريض وفيها الكذب، لانه السيد ما كيشهرش بالاطفال غير هكا، كياخذ تراخيص من الوالدين ديالهم، وزائد انه هذيك الشكايه موجهه للنيابه العامه وهي كان عليها خصها انها توجه هذيك الشكايه وتلك العارضه تقدم الى سيد وكيل الملك ووزاره الداخليه والامانه العامه للحكومه، لانه هي اللي كتعطي التراخيص بالتماس الاحسان العمومي. لانه الا نتوما دروك كاع حد الوقت اللي راكو كديروه موجهه للنيابه، النيابه غادي تقول لكم سيدي انا السيد ما جا حتى واحد متضرر ولا مشتكي مريض بيوسف الزروالي ولا ضربوا يوسف الزروالي ولا شهر له بوالدي، يعني كاع هذا الشيء اللي راكو كديروه ولا هاد الشيء اللي راكو كديروه غلط. لان النيابه العامه واش غادي يقول لك سيدي انا حتى واحد ما عنده حتى واحد ما عنده الصفه ياك ديال المتضرر من هاد الشيء، كاين شي واحد في هذيك العريضه عنده صفه ديال المتضرر؟ ما عندوش، لانه خصكم تكتبوا في ديك العريضه شكون هما الناس المتضررين بالتشهير بالاطفال وبعمليه الابتزاز ولا كيقولها بشي حاجه اخرى ولا بالتماس الاحسان العمومي. راكم خصكم تكتبوهم للناس، غادي تعطيو لهم الاسماء على ما راهم كيوقعوا، ماشي من اين لك هذا غير هذا السيد كما كتب في هذيك العريضه لا نعرف امواله من اين دخلت. خوتي الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش ديروا شي حاجه اللي ما كتعرفوهاش، عاودوا جلسوا مع بعضياتكم على طاوله ناس معينين. لست ضد انكم تسنيوا على وثيقه، راه من حريتكم انكم تختاروا اي حاجه ديروها، ولكن في نفس الوقت احترموا عقول الناس بكل صراحه. اللي عجبو كلامي عجبو، اللي ما عجبوش كلامي غنعرف بلي كلام الحق عمرو ما كيعجبش شي حد. والسلام عليكم ورحمه الله، كان معكم محمد الوجدي من قناه مولاي السلطان. اللي عجبو الفيديو اشترك مع اخوتكم في القناه ومرحبا بكم كاملين، وشكرا للناس اللي كتبارطاجي.